ودلوقتي هنتكلم إن شاء الله عن تقطيع السيرفايكال سباين. تمام، هنروح على واحنا واقفين على 3D، هنروح عند بيشنت من بيشنت براوزر، هنجيب السوفت بتاعنا، يعني كده هنجيب ده البون ويندو وده السوفت، وعلى الأقل سلايس تكنس اللي هو 75. تمام، دبل كليك عليه بيفتحه لك على 3D. تمام كده احنا واقفين عندنا ساجيتال كورونال اكزيال، عايزين نبدأ نقطع سيرفايكال. هنقطعها ازاي؟ هنقطع في المين اكزيال وفيلم سجد وفيلم اه ساجيتال، في المين اكزيال واحد سوفت وواحد بون، والساجيتال هيكون تجمع ما بين الاتنين. فيلم واحد هيكون فيه 15 او 12 صورة ساجيتال سوفت و15 صورة ساجيتال بون. طيب بالنسبة للاكزيال، البون هيكون بلوكة واحدة 34 صورة كل 2 مللي. تمام، فورمات بتاعتي هتكون 5 في 7. طب بالنسبة للسوفت، لا هناخدها ديسكات، ما بين كل فقرة وفقرة هناخد مجموعة. تمام، بحيث ان احنا نظهر الديسك اللي هو ما بين الفقرات. تمام، هناخد المجموعة دي، مثلا هيكون الاستاذ ثيكنس بتاعها 2 مللي، وعدد الصور بتاعها 5 صور، وهتظهر لك فورمة في الآخر. هيظهر لنا 35 صورة أو 35 صورة، هنختار لها الفورمات المناسبة، واحنا عارفين من جوه، هنشوف كده مع بعض. طيب أنا عشان أجيب أكزيل هروح أقف هنا على السيشتل، وأفتح التخطيط من بارل رينجز، هثبت التخطيط وأخلي اتجاه التخطيط من فوق لتحت، وهنظبط عدد إيه الصور والإسلايس بتاعتي. الإسلايس بتاعتي زي ما قلنا هنخليها 2 مللي، وعدد الصور هنخليهم كام؟ 5. هنبدأ نضم المجموعة بتاع التخطيط على بعض عشان نظبط او نخلي المسافات قريبة، ويبقى الايه الديستنس بتوين كويسة، زي 2.6 دي كويسة جدا. طيب هنعمل ايه؟ هنبدأ نتحرك ونروح لحد ما نجيب اول ديسك معانا. احنا عندنا مفروض واحد، دي الفقرة التانية والتالتة. تمام، هناخد ما بين التانية والتالتة، تالتة ورابعة، رابعة وخمسة، خمسة وستة، الستة والسبعة، هيبقى عندنا 5 ديسكات. طب هنقف هنا. تمام، شايفين الديسك اللي هو الجزء الجري ده، هو ده الديسك. تمام، هنبدأ نمشي مع اتجاهه شوية عشان نظهره. طبعا بتكون الديسكات في اللمبر بتكون كبيرة وأكبر من كده، بتبقى سهلة معاك وبتظهر بشكل واضح معاك كويس أوي. كده احنا ظهرنا الديسك بشكل كويس، لأن انت هتلاقي القط ده بون مفهوش حاجة، والقط اللي تحت ده بون برضو مفهوش حاجة، والقط اللي في النص هو اللي هتلاقي في الديسك. اخترنا 5 صور عشان يكون عندك خط في النص كده محايد زي ما احنا بنقول. ليه؟ لان انت لو خليتهم 4 صور، القط ده عندك انت عشان تجيب خط في النص بالظبط مش هتلاقي عدد القطات اللي فوق قد عدد القطات اللي تحت. انما لما يكون 5 صور يكون عندك قطين فوق في كل، يعني قطين في الفقرة اللي فوق وقطين في الفقرة اللي تحت، وقط واحد كده في الديسك اللي انت عايز تقطع فيه. تمام كده احنا خلاص خلصنا اول ديسك وخدنا 5 كاتس، يبقى تقول له ايه ستارت سيف اند كوبي تو فيلم شيت. نروح للديسك اللي بعده وبرضه نمشي مع اتجاه سنة بسيطة، او نقول له اوكي بالشكل ده. الديسك ظهر معاك زي ما اتفقنا، هنا ديسكات صغيرة مش بتبقى كبيرة، فهنقول له يعني كده خلاص احنا ظبطنا المجموعة بتاعتنا. هنقول له start save and copy to film sheet. هنروح للديسك اللي بعده ونبدأ نشتغل عليه، وهنميد مع زاويته برضه ونمشي مع اتجاهه زي كده. ظاهر معاك بشكل كويس، start save and copy to film sheet. كده احنا عملنا 1 2 3، هنروح على الرابع، نمشي مع اتجاهه برضو شوية. ديسك ظاهر معاك، start save and copy to film sheet. اخر ديسك معانا، كده احنا ماشيين مع اتجاهه وهو ظاهر بشكل كويس. خلاص كده ظهر معانا اهو، يبقى ستارت سيف اند كوبي للفيلم شيت. كده هنروح على الفيلمنج، هنلاقي 5 ديسكات بقوا موجودين معايا، بس في صور هنا برضه في الباك جراوند. طب نجيبهم ازاي في فورمة واحدة؟ هنروح هنا
وهنخلي الفورمات بتاعتنا 6 في 5، أصبح كده عندنا 5 ديسكات، وعندنا كل مجموعة كل ديسك وراه المجموعة بتاعته، وادي الديسك المجموعة بتاعته وهكذا. طيب هنحدد الفيلم بالكامل، هنزود مثلا شوية على الصور اللي هي فيها التخطيط، تمام، وبعد كده من كنترول نلغيها من التحديد بالكامل. المجموعة دي بس هي اللي هتكون متحددة معانا، نروح نعملها هايد جرافيكس لوحدها ونبدأ نزوم عليها ونعدلها لوحدها، تمام بالشكل ده. يبقى انت عندك القطات دي بون، دو كاتس او مثلا تو كاتس هنا وتو كاتس هنا بون، وهنا الكاتس اللي في الديسك، وهتلاقيه كده وقص على كده في الباقي كله. ممكن نخلي الويندو بقى بتاعنا جري او هارد شويه كده. كده انت عملت الفيلم اللي هو السوفت اكزيال للسيرفايكال سباين، وهنا هنسيب بقى صور التخطيط دي زي ما هي. عايز تزود مثلا على كل مجموعه شويه كده او كل صوره لوحديها مفيش مشكله، ادي كده كل صورة لوحدها، تمام كده خلاص احنا عملنا الفيلم اللي هو اكزيال سوفت. نحدده نروح من بره هنا نقول كليك يمين اكسبوز فيلم شيت، او ان احنا نحدد الفيلم ونقول له اكسبوز فيلم تاسك، تمام. هنروح خلاص خلصنا الديسكات بتاعتنا، هنقف هنا على الاكزيال، نفتح التخطيط ونخليه فيرتيكال علشان نبدأ نعمل صورة سجل. اخلي التخطيط قاطع في الاسبينس بروسيس مع نص الفقرة بالشكل ده، هيظهر لك الشكل كأنك ديد لاترال، تمام. وادي هنا عندنا الاسبينال كورد، ثبت التخطيط 2 مللي وهنخلي دي 12 صورة، وهنضم التخطيط لحد ما نغطي الفقرات. انت لو كده تبدأ لحد ما الفقرات كلها تغطيها معاك، ومن هنا برضو كذلك تيجي في نص الفقرة تبدأ تتحرك لبره لحد ما تقفل الفقرات كده. انت اوكي بتقول له ستارت سيف اند كوبي تو فيلم شيت. كده احنا خلصنا اكزيال وسيجتال سوفت. هنروح نعمل البون من بيشنت براوزر، هنروح عند البون اللي هو 75 الكيرنل بتاعه، وفي نفس الوقت برضه واخدين احنا اقل ثلاث سيكلز، مش واخدين الثلاثه، واخدين اللي هو 75 عشان يديك احسن صوره. هنحط شويه، هنقف على هنجيب السيجتال الاول لان احنا هناك واخدين هنا الايه السجدة، فهنخلي مجموعة السجدات ورا بعض. فانت هنا هتقف على الأجزاء عشان تاخد سجدة بالمرة، خلي التخطيط فيرتيكال نثبته، وهنا 2 مللي انتر، 12 صورة انتر من الكيبورد. هنبدأ نحرك مثلا لو عايز تظهر السباينس بروسيس بشكل كويس مثلا هنا اهو، تيجي هنا عليه تقف كده. انت نوعا ما خلاص مش محتاج تظبط اكتر من كده، البيشنت متسنتر بشكل كويس، تمام. هتبدأ من هنا من الأطراف تبدأ تحرك زي ما اتفقنا، السجل دايما ليفت تو رايت لحد ما الفقرات تبدأ. يعني احنا لو احنا في الفقرات لحد ما الفقرات تقفل معاك، ولو انت هنا برضو جوه الفقرة لحد ما الفقرات تقفل ايه معاك، قول له ستارت سيف اند كوبي تو فيلم شيت اهو. كده يبقى انت عندنا السجلات وديناها على الفيلمينج. حدد اول صورة ديليت، وحدد الصورة دي ديليت، حدد الفحص بالكامل، قول له انا عايز فورمات 6 في 4 24 صورة لأن أنت معاك 12 و12، انتر، هتلاقي كل مجموعة بقت لوحدها. حدد الكل واعمل هايد جرافيكس واعمل زوم كامل للكل، إنما في التثبيت الويندو ممكن تحدد كل مجموعة لوحدها. بصنا على أول صورة شيفت وجبنا آخر صورة، أو سيلكت أول سكسيدنج من كليك رايت على أول صورة. عايز تعمل زوم مثلا أكتر شوية تغير ويندو مثلا، نروح هنا برضو كذلك كليك يمين سيلكت أول سكسيدنج، هنعمل زومنج شوية تبدأ تطلع لفوق، تمام. يبقى انت كده خلصت الفيلم السجل بتاعك وظبطت الفيلم بشكل كويس. اكسبوز فيلم شيت، او زي ما احنا اتفقنا وعارفين كتير ان احنا هندوس من الايقونة دي اكسبوز فيلم تاسك. خلاص كده هروح ادلي بس اللي هو اجزيال بون، وانا واقف على السجل بون بفتح التخطيط اثبته، وهخلي الصور من فوق لتحت اتجاه التخطيط بتاعي 2 مللي انتر، وهنا هخليهم 34 صورة، تمام. هنغطي دي كده، انا غطيت كل الفقرات بتاعتي وهغطي كده، ادي كده 1 2 3 4 5 6 7، ممكن نجيب T1 بس كده. ستارت
واقول له سيف اند كوبي تو فيلم شيت، هتروح لك الايه ال 34 صورة. هنخلي الفورمات بتاعتي 5 في 7، حددت الفحص بالكامل ومن بروبرتس جبناها اوكي اللي هو من هنا، حددتها بروبرتس وجبنا الفورمات بتاعتنا. طبعا هحدد اول صورة شيفت اخر صورة، اعمل هايت للجرافيكس وازوم على الصورة اللي في النص عندي، هبدأ ازوم زوم كويس واشوف بعد كده فقرات مين اللي هي موجودة ومين مثلا اللي اقصر شوية او حاجة. انا عندي مثلا هنا الدنيا مثلا حاسس ان هي نازلة مني تحت شوية، ابدأ ارفعهم كده لوحدهم. هنا برضه احدد اول الصورة دي، وادي اول مجموعة كده من الصورة دي، وادوس شيفت وادي محدد اخر صورة وابدأ احركها لوحدها، الصورة مثلا دي وشيفت اخر صورة ابدأ احرك لوحدهم لو انا عايز، وهكذا. ممكن تقلل زوم سنة لو شايف إن ده مناسب عادي، يعني نبدأ نرفع لفوق شوية ونقلل الزوم بتاعتنا حبة، وهنا آخر مجموعة برضو نرفعها فوق ونقلل الزوم بتاعتنا حبة عشان نظهرها بشكل كامل، نظهر الفقرة بشكل كامل. طب عايزين نحرك صورة لوحدها، بتكتفها لوحدها وتحركها هي إيه لوحدها كده. خلاص الفيلم ظبطناه بشكل كويس، الويندو بتاعنا متظبط مش محتاجين أي حاجة تاني. يبقى أنت كده إيه اكسبوز فيلم شيت، وكده يكون احنا قدرنا نطبع سيرفايكر سباين اكزيل وساجدال سوفت وبون. وان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون الشرح كان سهل برضو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.